حققت جامعة الخليج العربي إنجازا جديدا في مجال الحصول على الاعتماد الأكاديمي من جهات عالمية مرموقة، حيث حصل برنامج الدكتوراه في إدارة الابتكار والتقنية على اعتمادية معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، ونال برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة اعتمادية المنظمة العالمية لأطباء الأسرة، وحصل مركز المحاكاة الطبي بالجامعة على اعتمادية جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية. وبهذه المناسبة استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، وعددا من كبار المسؤولين بالجامعة، حيث أشاد بهذا الإنجاز المشرف الذي يعزز الثقة بالمستوى الرفيع لبرامج الجامعة الأكاديمية وينعكس إيجابا على سمعتها العلمية بين مؤسسات التعليم العالي المتميزة، مؤكدا اهتمام ودعم مملكة البحرين لهذه الجامعة التي تمثل نموذجا أكاديميا مشرفا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأثنى الوزير على جهود الجامعة في إطلاق برنامج الماجستير الإكلينيكي في طب العائلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص ضمن مشروع وطني لتدريب الأطباء البحرينيين حديثي التخرج بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وبدعم من صندوق العمل تمكين، بما من شأنه النهوض بقدرات الكوادر الطبية الشابة انسجاما مع توجيهات القيادة يحفظها الله ويرعاها بضرورة تنمية قدرات العنصر البشري البحريني في مختلف التخصصات الحيوية. كما تم خلال اللقاء أيضا بحث سير العمل في مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، حيث أكد الوزير أن هذه المدينة تشكل إضافة نوعية للخدمات التعليمية والطبية بالمملكة ودول الجوار، بما تضمه من مستشفى تعليمي متكامل ومراكز بحثية متخصصة، منوها بأن هذا المشروع يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية. لا شك أن الإنجاز الأكاديمي الذي حققته جامعة الخليج العربي له تأثير كبير جدا على مستوى الجامعة وعلى مستوى الطلبة، وفي الواقع يجسد الجهد الذي يبذله رئيس الجامعة وكذلك المسؤولين عن جميع هذه البرامج. في الواقع أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي يعطي تأثير كبير جدا على مستوى المؤسسات التعليمية. كما تم بحث اليوم ما وصل إليه العمل في مدينة الملك عبدالله الطبية، والتي تجسد أيضا العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وإضافة إلى البرامج المستقبلية التي سوف تطرحها جامعة الخليج العربي مستقبلا. تشرفنا اليوم بزيارة معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي لعرض عدد من الإنجازات اللي حصلت عليها الجامعة جامعة الخليج العربي. كان أول هذه الإنجازات الاعتراف ببرنامج ماجستير طب العائلة من الجمعية الدولية لطب العائلة. وخلفية البرنامج كما هو معلوم أنه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة وجه بأن تتولى جامعة الخليج العربي تطوير برنامج الماجستير طب العائلة لتدريب الأطباء العاطلين عن العمل في مملكة البحرين. الاعتراف الثاني هو اعتراف أيضا لصيق، اعتراف بمركز المحاكاة الطبي الذي افتتحه مع الوزير الدكتور ماجد النعيمي في نوفمبر 2018 ميلادية. الاعتراف الثالث هو اعتراف في برنامج الدكتوراه لإدارة الابتكار والتقنية، أيضا هذا حصلنا عليه من أحد الجهات العالمية، أيضا يثبت جدارة وجودة البرنامج، وإن شاء الله ليست هذه النهاية.